أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج بدء موسم زراعة المحاصيل الشتوية، وعلى رأسها محصول القمح المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، حيث تستهدف مديرية الزراعة بسوهاج زراعة نحو 210 آلاف فدان داخل زمام المحافظة. التفاصيل مع الزميل عبد الفتاح الدقيشي. أعلنت المهندسة منى المملوك مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج بدء موسم زراعة محصول القمح المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، حيث تبلغ المساحة المستهدف زراعتها داخل زمام المحافظة نحو 210 ألف فدان، ويساهم الإرشاد الزراعي في توفير التقاوي عالية الإنتاجية الموصى بها من وزارة الزراعة لزراعة الأصناف المناسبة لكل منطقة. هذا ويقوم جهاز تحسين الأراضي بالمديرية بأعمال تسوية بالليزر لمساحة 500 فدان لترشيد المياه المستخدمة في ري المحصول وزيادة الإنتاجية. محصول القمح المستهدف زراعته في سوهاج حوالي 210 ألف فدان، حضرتك بيساهم القطاع الإرشاد الزراعي في توفير التقاوي المتبعة طبقا للسياسة الصنفية، وده متوفر على كافة مراكز المحافظة. كمان احنا بنساعد اخواتنا الفلاحين في التسوية بالليزر مجانا ل 500 فدان على مستوى المحافظة، وده علشان خاطر نعمل نموذج لطرق الزراعة الحديثة التي توفر في المياه. بننفذ أشياء أخرى زي مبادرة إزرع. مبادرة إزرع بتستهدف 70 ألف فدان في سوهاج. بيقوم الإرشاد الزراعي بعمل الدعم الفني وتنفيذ الأنشطة بتاعة المدارس الحقلية والمتابعات الفنية ل70 ألف فدان. ال70 ألف فدان دول فيهم 35 ألف للمزارعين أقل من فدان ونص، و35 ألف من المزارعين المتوسطين اللي هم من فدان ونص الخمسة. المزارع اللي هو أقل من فدان ونص بياخد 50% دعم، المزارع اللي أكتر من فدان ونص بياخد 40% دعم من تمن شكارة القمح. طبعا أنا بهيب بكل السادة المواطنين المزارعين السوهاجية بالتوجه إلى الجمعيات الأهلية اللي موجودة عندهم في القرى للمشاركة في مبادرة إزرع، نظرا لأهمية الموضوع. كمان حضرتك عندنا الحملة القومية للقمح بتنفذ 190 فدان على مستوى المحافظة كحقول إرشادية لكافة الأصناف المتبعة في السياسة الصنفية. بننفذ معاهم الأنشطة والمرور اليومي على كافة مراكز المحافظة، بننفذ مدارس حقلية، بننفذ ندوات إرشادية، بننفذ أيام حقل وأيام حصاد. السادة مزارعي القمح، موسم موفق. تجتهد الدولة جميع أجهزتها وتسخر كافة إمكانياتها لخدمتكم. نرجو منكم حسن التعاون. أي احتياجات إرشادية توجه فورا للإدارة الزراعية قسم الإرشاد. حضرتك لقيت طلبك الزميل اللي هناك أفضل مني. في حالة عدم وجود ذلك، إدارة الإرشاد في المديرية بترحب بحضرتك وبترحب باستشارتك وبتوجهها لك مكان ما أنت موجود. هذا وأكدت المملوك أن الإرشاد الزراعي يقوم بالإشراف على تنفيذ مبادرة إزرع التي تستهدف نحو 70 ألف فدان داخل زمام المحافظة للسادة المزارعين أصحاب المساحات الصغيرة لتقديم كافة أوجه الدعم لهم. من داخل مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة.